أيضا فيريرا مدرب فريق الفتح يتحدث للزميل مساعد النمشان مراسل البرنامج في الشرقية. Because we started the game at 6:33 while the game started at 6:30 and we خسرنا أمام العدالة بسبب تأخر بداية المباراة التي يفترض أن تبدأ عند 6:30 وبدأت فعليا الساعة 6:33 وهذا أفقد اللاعبين التركيز في البداية مما أدى لارتكابنا بلنتي سجل منه العدالة الهدف وعملنا كل شيء طيلة وقت المباراة من استحواذ وهجوم ولكن تميز حارس العدالة منعنا من تسجيل ضربة الجزاء ولكن افتقدنا للحظ اليوم Not at all. I mean we every day we spoke to the players. بالعكس تماما لم نستهن بالعدالة وحديثي مع اللاعبين يوميا عن أهمية اللقاء وصعوبة المواجهة وأؤكد لك أنني لم أكن ضامنا للفوز ولسوء الحظ لم نكن موفقين في استغلال الفرص في المباراة